يعني انا اقول لكم حاجه، لما جيت يعني شفت الناس بتحط الميكروفون تحت، قلت والله شلت هم يا اخي، انا احسن انقر كيف. فقلت له يا مصعب الميكروفون ده كيف؟ قال لي يا اخي معقوله؟ انا هسلمك الميكروفون في يدك زي ما سلمتك كوبايه الشاي باللبن. طبعا دي من المحرمات عندي طبعا، وهو مشارك معي في الجريمة دي وأنا عامل رجيم وكذا يعني. أول حاجة أنا جيت كسلة، أنا قبل ما أبدأ البرنامج جيت كسلة لأول مرة في حياتي. أنا رجحت 22 سنة حيث كنت بتحرك، أنا ما حصل اتحركت 3 يوم على التوالي بطلع من الصباح بملوك هنا طاقة كده عجيبة يعني. وأول حاجة أنا كراي والله بصراحة ما أكذب عليكم ما حاسبها، لكن بيجا مرة وعد كسلة وناس الحلوين أنا حقدر على الكرسي ده بعيد. أول حاجة يا جماعة عرفت سنين حصل لي حادث دعم مودر، كسر مركب في الساقة اليسرى. الحمد لله اتعملت العملية وتعافيت، كنت ملتزم ما بين المدرسة والخلوة الحمد لله، حفظ الأجزاء بتاعت القرآن الكريم فضل من الله سبحانه وتعالى، وصلت لحد ما جيت عمر 16 سنة حصل لي حادث ثاني. كنت بتمنجح دار اخذ راحتي طبعا اخوان، فمشكلتي بس اخذت راحتي شديد، التطحانية وقعت على رجلي الشمال نفس الحتة اللي اتكسرت فيها الرجل، حصل لي التواء في الانكل. لما قابلت الاخصائي قال لي انت لازم عملية، لكن الوقت ده عمري كان 16 سنة والوزن 105، فقال لي ما ينفع تعمل عملية بوزنك الحالي ده، فلازم تنزل وزنك. من هنا بدأت المأساة تحت الحرمان والرجيم والضايط. طبعا أكيد يعني الحضور هنا يكون خشة في البرامج دي طبعا متأزم نفسيا من الحدة دي، فمشكلتي يعني شنو بديت يعني أول ما الواحد يقول له الحياة دي أنت ما تقرب منها شيطان بيلعب لك في شعرك ما في راسك. وبعدها بتخش ابعد من السكريات، ابعد من العيش، ابعد 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 دامين اسبوعين ثلاثه بترجع ثاني شهرين ثلاثه. ففضلت في الدوامه دي. المشكله كانت وين؟ انه انا لازم مع الانظمه الغذائيه طبعا الرياضه. فانا لما كنت ببدا رياضه، انا كنت قبل ما اتكسر كنت بلعب كوره وكنت جوكر في فريق الحله، يعني الدفاع بلعب نص ولا فاضل لرونالدينيو زاد، مهاجم كريستيانو رونالدو بس. قبل كده قلبت باكور طبعا يا اخوان. لما بديت اتريض اتمشى كنت بجي ثاني يوم ما بقدر اخد رجلي في الواطه، بس ده بوقف الرياضه فبالتالي بوقف الرجيم، الوزن اللي خسرته بزيد الضعف. وصلت في الدوامه دي واصلت دراستي والحمد لله يعني لحد الثانوي انا كنت متفوق ولله الحمد، كنت يعني في الثلاثه الاوائل ما بطلع منهم رغم المعاناه تحت الالم والوزن. طبعا بقى ماشي اقيف رياضه نظام غذائي اسبوعين ثلاثه اقيف 3 4 شهور الوزن يشتح. فواصلت دراستي والحمد لله خلصت الثانوي وخشيت الخدمة الوطنية. أسبوع واحد كان أسبوع مؤلم لكن
انا عزت السودان الثانيه ما كان طوالي بمشي القمصيون، بوزعون المعسكرات من هناك، بيجي الفريق الطبي بعد ذاك بتمشي بيطلعوك. الاسبوع ده شفته فيه ايام سودة طبعا. اي زول سمين هناك بقول لك ابوك. يا كابوكي تعال، يا كابوكي، يا كابوكي ارنب بنط، يا كابوكي ما بعرف شنو كده. شغالين وباصون العساكر طبعا، تفسحوا فيني تفسح شديد خلاص. لا مع الصورة دي ما لقيتهم، كنت السد حقي لكن ما لقيت. الحمد لله الامور مشت ودخلت الجامعة. طبعا انا بحشق حاجة اسمها كيمياء، وحسي حاليا يعني شنو بدرس في حدود انه يعني الطلبة يعني شغل كده تطوعي ساكت يعني الحمد لله. المهم دخلت الجامعة ام درمان الاسلامية كلية العلوم الطبية الاساسية، وصلت لحد سنة ثالثة والوزن ماشي طبعا. لحد ما وصلت سنة ثالثة حصلت مشاكل في الجامعة، حرقوا مكتب العميد، الجامعة قفلت. أنا مشيت الشارع قلت أشوف لي جامعة تاني، ما يئست. كنت طبعا الوقت داك بركب المواصلات طبعا بشيل حق مقعدين طبعا. أول ما الواحد يجي في الحافلة ويشوفني من هناك، يا الله أنا بشوفه لكن شنو بحمل رأي. مشيت قدمت في جامعة العلوم التغانة مختبرات طبية، بديت الكلام ده 2003 وصلت لحد سنة ثالثة. سنة ثالثة حصلت مشاكل في الجامعة تاني، ما أعرف الحاضر شنو. هاني رمزي قال شغال حرامي، قال كل ما أخش عملية أفشل، مش عارف حظ الوحش ولا غباء من الآخرين. المهم حصلت مشاكل واحتصام في الجامعة بسبب العميد. أي والله تاني العميد حالة صعبة، انتوا شفتوا حاجة لسه اصبروا. المهم عشان ما اطول في الكلام، الله يجزاه من ضيق زاد، والله اقول لكم حاجة ما تخلوا الناس دي نشنوا قد نتفلس برانا. المهم حصلت مشاكل احتصامات واحتصامات، انا طوالي شنو انسحبتها، عارف نفسي ظاهر اسمن واحد في الجامعة. وبعدين شنو اجتماعياتي ألف يعني بعرف، مش المصريين بيجيبوا دعاية عندنا من الإبرة للصاروخ، أنا كنت بعرف لك من الإبرة للصاروخ، الشحاتين، الناس الهدف، الدكاترة، الجيران كلهم بعرفهم. المهم علقت على التريني، قال له يا رامي الليلة خلاص آخر يوم في الاحتصام تعال. جيت لقيتهم لك بيحتفوا شغالين، وكالعادة دخلوني في النص، ولحظ الكعب العميد شافني. المهم بعد ما خلاص فكوا الحظر وكده على الجامعة، العميد طال استدعاني، قدم طلب تجميد. يا بروف انت هذول من الاحتصامات تقود الجماعة والزعيم وتا ما ينفع. المهم بقى معك سنين العميد، في ثالثة دي قعدت 3 سنة ما يئست. مشيت سنة رابعة بعد معافرة، قعدت فيها 3 سنة برضو. لكن الغريب شنو؟ طبعا أنا ما تخرجت إلا بعد ما العميد مات. فأنا حاليا متهم بكتل العميد، وأنا والله بريء من ذلك يعني. المهم دخلت الخدمة الإلزامية في السلاح الطبي. دخلت الخدمة يلا في الفترة السنين فاتت دي حاولت أحل الوزن،
سافرت مصر 2005 بوزن 218. الدكاترة قال ده نعمل عملية بتاع التكميم، قال لي عندك مشكلة في التخدير بوزنك ده صراحة نسبة 60-70%، هل انت بتقبل؟ قلت له لا الله معاكم. ريحت واصلت جامعتي شغلانة فيها 30% نلعب فيها. 2007 حصلت لي صدمة كبيرة في وفاة الوالد. هو مش كان والد بس، هو كان والد وأخ وصديق. هي بعدها 3 سنة أنا يعني وقفت حاجة اسمها رجيم وكده. في 2010 وزني وصل 250 كيلو، بقيت ما قادر أتحرك. طوالي زي ما يقول أهل دقوا ناقوس الخطر، سفروني الأردن. نفس الدكتور قال لي يا أخي عملية التكميم في وزنك ده ما ينفع إلا نعمل لك بالون في المعدة مدته 6 شهور، ولازم شنو حلك سباحة. قلت خلاص رجعت السودان. طبعا البالون في المعدة صعب، طبعا عبارة عن بلاستيكة بتخرج جوا المعدة وتتنفخ جوا، ولا مؤاخذة يعني كرع بلاستيك بلاستيك. المهم عانيت معاناة رهيبة جدا. ففي 6 شهور نزلت 40 كيلو، من 250 بقيت 210، وتعلمت السباحة. أول شهر بتاع الاشتراك بتاع الحوض كنت ماسك الحديدة ما تحركت منه، شغلنا ما فيها لعب يا اخوان. حتى بعد ذاك شوية شوية قاومت وما استسلمت لحد ما بقيت أقطع 2 كيلو بنفس واحد. بعدها من ولما مشيت رجعت الأردن بقيت 210، لما جو طلعوا لي البالون إلا تخدير كامل. لما جو خدروني ما وعيت لقيت نفسي بالأسلاك والكمامات في غرفة الإنعاش وبقحة وبجرجر في الكمام ومخنوق. أكثر من 13 أو كم 12 ممرض وحواليني. أنا قمت الناس بيسلموا على بعض، الحاصل شنو يا أخوان؟ ضربوا للدكتور، يا دكتور المريض فاق. الحمد لله على السلامة يعني. قال لي يا رامي الحمد لله على السلامة. ده الحاصل شنو؟ قال لي أنت ربنا يعني قدر ولطف، مفروض بعد العملية تفوق بساحتين، أنت دخلت في غيبوبة قراب أكثر من 10 ساعات. وسلمنا أمرا لله والحمد لله. وبصراحة أنا ما أقدر أسوي لك العملية. فقلت له خلاص خير. رجعت السودان وصلت 2 شهر من 210 بقيت 190 كيلو. بعد ذاك نزلت 4، كنت مجمد طبعا السنة الأخيرة مع المشاكل العميد، والحمد لله تخرجت من الكيمياء السريرية البحشقة بتقدير جيد الحمد لله. جات الصدمة الأخيرة اللي هي كانت قبل 1 سنة و4 شهور بالضبط، اللي هي وفاة الوالدة رحمة الله عليها. من 190 الوزن بقى 238، اللي هو الشخصية اللي في الشاشة دي. بعد 3 شهور ونص اشتغلت على نفسي، قال لي تمشي تشوف العمليات. مشيت قلت لهم لا ما عمليات إن شاء الله أنا قادر. ولقيت دعم كبير جدا جدا من حواليني، دعم يعني من جميع الناس، المدرسة، الأهل، الأصدقاء، ناس الواص، ناس ما بعرفهم دعموني دعم خيالي. لأنه أنا كنت يعني دخلت يعني في نفسيات يعني رهيبة جدا، بقيت ما قادر أتحرك. فلقيت دعم يعني أنا ناس ما بعرفهم في جروبات دخلتها، وآخر اللي هو تحميس كان من دكتورة اسمها آية سيف، شاركت في تيدكس السنة اللي فاتت ودعماني لمدة 2 سنين بتعافر معي تعبانة، خصوصا مع شاي اللبن. أنا مدمن شاي باللبن، يعني ممكن أقعد اليوم كله شاي باللبن. فمعافرة شديدة لحد ما
في 3 شهور ونص من 238 حاليا 205، 33 كيلو. المرة دي إن شاء الله مختلفة، إن شاء الله بإذن واحد أحد. أنا الدعم اللي لاقيه معنوي يعني كبير جدا، ودار أقول لأي زول بيعاني من حتة السمنة، ما دار الناس تصل مرحلتي. شوفوا أنا مرحلتي يعني وصلت كيف والمعاناة، فدار الناس تجتهد. أغرز طاقتك دي في الحواليك، قول لهم أنا دار أضعف. أنا قلت الكلمة دي للناس اللي حوالين، تضعف شنو رام يا أخي؟ الله مشيها ما في يعني. فأنا لما شافوا التغيير فيني حتى بدوا شنو يدعموني، نفس اللي كان الناس اللي بينتقدوني، فغرست فيهم الإيجابية، وإنهم هم ذاتهم لما يشوفوا صورتي دي ويشوفوا صورتي حاليا، فده دعم كبير جدا. فيا أخواننا لازم يعني كل الناس تتحرك، كل الناس ما تستنى إنه دعمها، قرر أنت واعمل الحاجة دي بنفسك. الناس لما يشوفوا التغيير من جواك هم ذاتهم بتغيروا. أغرز الحتة دي في الناس. فأنا كنت متمسك بمقولة لسيدنا علي بن أبي طالب بتقول شنو؟ سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يأذن الله في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أني صبرت على شيء أمر من الصبر. في نهاية والله أخوان الدقائق بسيطة، في نهاية البرنامج واللي هو نهاية التدريك سنين، والله أنا قعدت أتكلم للصباح ما أسكت. لما أنت تعمل حاجة وتيأس خلي حياتك لايف ستايل. أنا مشكلتي بخش النت أسرع رجيم في العالم، أسرع ما بعرف شنو، أسرع ما خلي الحاجة دي أنت تكسب صحتك ما تنزل. فآخر حاجة في الختام، دكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليه قال شنو؟ قال عندما تيأس وتقرر الاستسلام والتوقف استرح، ثم شنو؟ فكر في شيء آخر، ثم عاود المحاولة من جديد. ويا أخواننا يعني أنا أي زول محتاج دعم مني معنوي أنا جاهز مادي، والله مفلس لأنه عاطل والله. وأي مبادرات لمحاربة السمنة في كسلة هنا أنا جاهز في أي وقت. أنا الوزن ما هيعيقني نهائي إنه أنا أصل بتشجيعكم. معاي ولا ما معاي؟ معاي ولا ما معاي؟ يس، شكرا جزيلا. Thank you.